هذه أوامر للقيام بمهمة تعود إلى العام 43 تقريبا خلال مهمة الأولى أو الثانية في فرنسا، لا أذكر جيدا. كنا مزودين بأوراق مزيفة كما ترون. إنها أوراق مزيفة لأن روبير مالوبيي المعروف باسم بوب كان جاسوساً لجهاز الاستخبارات البريطاني داخل الشعب الفرنسية في قيادة العملية الخاصة، وهي قوة كوماندوس أنشأها وينستون تشرشل لإضعاف وزرع الفوضى في صفوف الجيوش الألمانية في أوروبا. تعليمات العملية الرقم F142 الجزء الأول، عملية بورتر كلوتير وهو اسم سري، ويرد في الوثائق على أنه روبير مالفال سيتم إنزالك في هذا المكان إلى آخره. سيشهد روبير مالوبيي عمليتي إنزال مظليين في فرنسا تطلبتا التخفي طوال أشهر، واليوم يقر بأنه يشعر ببعض الحنين عندما ينظر إلى الوثائق القيمة من تلك الفترة. هذا نادر جداً، لا أعرف كيف حصل. إنها صور أكبر عملية إنزال مظليين في فرنسا في 25 من يونيو عام 1944 في منطقتنا ليموزان. كان في 17 من عمره ليس إلا عندما اجتاح جيش هتلر فرنسا، وسرعان ما حاول الانضمام إلى دوغول في لندن لكنه لم ينجح في ذلك. تمكن من الوصول إلى الجزائر حيث جنده الإنجليز عندما كان في سن 19. بوب هو اليوم واحد من 3 ناجين من الشعبة الفرنسية في قيادة العمليات الخاصة، وبعد مرور 67 عاما لا يزال يتذكر كل التفاصيل. أنا هنا، معاوني دوفور هنا، مراسل اللاسلكي الأمريكي هنا، وهنا زميل إنجليزي يدعى بيسيبس، وهنا الماجور دوغليس الذي تعرفت عليه عام 42. بعد الحرب غادر الجيش البريطاني برتبة كابتن، وسرعان ما طلب منه تأسيس جهاز الاستخبارات الفرنسي، وهي مرحلة لا تزال تضحكه. كانوا يبحثون عن قدامى الاستخبارات وكنت واحدا منهم. في سن 22 كنت أحد الذين شكلوا جهاز استخبارات فرنسا، وبقيت 10 سنوات في جهاز الاستخبارات. كنت رائدا في سن 22. على مر هذه السنوات العشر أسس عام 52 مع كلود غيفو وحدة السباحين المقاتلين، وصمم حتى شعار السباحين الفرنسيين، حصان بحر وجناح طائرة مقاتلة. لكن اليوم بوب معروف بشكل خاص كونه مبتكر، رسم ساعة غطس أسطورية وهي 50 فاتومز التي صنعتها شركة بلومبان السويسرية، والتي تباع بعض نماذجها بعشرات آلاف اليوروهات اليوم. بعد ذلك جاب بوب العالم كمغامر. بعدما أجبر على التقاعد عام 68 استهل مسيرة مهنية ككاتب مؤلفا كتبا أثارت إعجاب جون لوك غودار الذي طلب منه أداء دور جاسوس في فيلمه الطويل الأخير فيلم سوسياليزم الذي أطلق عام 2010. بوب اليوم في سن 88 وهو لا ينوي التوقف عن العمل، وسيصدر له قريبا كتابا خامسا وهو يعمل على تأليف كتاب سادس. نقول خدمة، عمل، هذا هو العمل الدائم. أترونني متقاعداً؟ سأموت إن تقاعدت.